رحلة مغامرة طويلة قضاها العم سعيد مع هذه المقتنيات، ولا يزال يراوح متجره إلى اليوم. لأكثر من 5 عقود امتدت حياته هنا في حي التواهي شرق المدينة، وسط هذه الموروثات الشعبية كبائع لها. روسي بس فطري أو ما تشوف بعد بالإنجليزي يقول ويلكم. تاجر العقيق والكهرمان الذي يتجاوز 90 عاما اكتسب المهنة وتعلم أسرارها، ومن ثم نقلها لأبنائه ليتوارثونها مخلصين لها بالكثير من الحب. العشق الحجار والفضة والتحف حاجة ثانية، ممكن توكس من جيبك، ممكن لا ممكن تحط من جيبك بياس عشان هذه تخسر، والله مشان هذه الشغلة. إذا أردت أن تذهب في رحلة للتاريخ عليك أن تدخل إلى قلب هذا المتجر، حيث المئات من التحف والطوابع البريدية التي جمعت من مختلف الأرياف والمدن منذ 10 سنين تبعث الماضي من ثنايا الحاضر، حاملة الكثير من المعاني والدلالات في حدود هذه المساحة الضيقة التي تمثل تراث وطن بأكمله. احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مالي. ثمة مشكلة حقيقية إذ تتمثل في محاولات تغييب ثقافة الموروث وأهميته من ذاكرة الجيل الحاضر، وهي القطيعة أيضا التي يواجهها هذا المتجر بعد انقطاع زواره خصوصا من الأجانب بسبب الأحداث الأخيرة التي تعيشها البلاد، لكنه بقي محتفظا بعدد يسير من زواره المحليين. تقطعت الأحبال نتيجة الحروب الموجودة سواء كان عندنا أو في المناطق في الدول الأخرى، إلى جانب أنه الحالة الاقتصادية اللي يعيشها الناس، مهما كان أنا ممكن أزور أكثر من موقع وأشوف حاجات لكن قدرتي المالية ما أقدر أشتريها. تعد هذه الموروثات بالنسبة للشعوب تاريخا وهوية، البعض يؤمن بأولوية الحفاظ عليها وحمايتها من الضياع الروحي قبل الفقدان الوجودي. إذا كنت هنا ستشعر أنك زرت الماضي، ليس الماضي الذي عشناه أنا وأنت، ولكنه الماضي الذي عاصره أجدادنا. وكل هذه الموروثات بالرغم من أننا لم نعد نستخدمها في حياتنا اليومية، إلا أنها تستمد أهميتها من جذورها الضاربة في عمق التاريخ. ولكن الإقبال على هذه الموروثات بدأ بالتناقص تدريجيا، وهي بأمس الحاجة إلى إعادة إحياء ذكراها وأهميتها وعمقها في نفوسنا. حنين جمال، بلقيس، عدن.